مشاهدينا نعود الآن إلى مراسلنا من مدينة القدس أحمد جرداد الوقوفي على آخر التحركات السياسية لجهة تشكيل الحكومة ومواقف بنيامين نتنياهو الجديدة. إذا من مدينة القدس ينضم إلينا مراسلنا أحمد جرداد. أحمد، بعد التحية، نتنياهو على ما يبدو لا يوفر فرصة للإطاحة بهذا الائتلاف الجديد، وآخر ما نقلته وسائل الإعلام أنه نجح في دفع أحد نواب حزب يمينة للتراجع عن دعم هذا الائتلاف الجديد. ما الجديد بهذا السياق من فضلك؟ يعني نتنياهو يواصل ضغطه تحديدا على أعضاء حزب يمينة وأيضا على أعضاء حزب أمل جديد، ولكن التركيز حاليا على أعضاء حزب يمينة الذي يتزعمه نفتالي بنت والذي سيكون رئيس الوزراء بالفترة الأولى لعامين من نجحة هذه الحكومة بالحصول على المصادقة ومنح الثقة من قبل الكنيست الإسرائيلي. في السابق ومنذ التحركات في لدى حزب يمينة كان هناك أحد أعضاء الحزب قد أعلن رفضه لأي حكومة تعتمد على هذه التوليفة من اليسار وأيضا دعم حزب عربي. الآن الحديث عن عضو كنيسة آخر نجح، صحيح بأن لبيد نجح في الوصول والحصول على 61 عضو كنيسة، ولكن الآن هناك حديث عن ضغوط إسرائيلية وضغوط من قبل اليمين الإسرائيلي على نير أورباخ وهو أحد أعضاء حزب يمينة. حتى الآن لم يعلن رفضه دعم هذه الحكومة، ولكن بالأمس سحب توقيعه الذي كان قد وقع على طلب لإلغاء وللإطاحة برئيس الكنيسة الحالي يريف ليفين، وهذا ما أحال دون نجاح لبيد في الإطاحة برئيس الكنيسة الحالي والذي هو مقرب من بنيامين نتنياهو من حزب اليكود. الآن هناك عملية ضغط على هؤلاء الأحزاب، على هؤلاء الأعضاء عن طريق مظاهرات. بالأمس نظمت مظاهرات أمام منازلهم، العشرات من الإسرائيليين من اليمين الإسرائيلي المتطرف تظاهروا أمام منازلهم، دعوهم إلى الانسحاب من هذه الحكومة. والآن كل شيء يبقى مفتوحا لأنه خلال الأسبوع المقبل وبعد يوم السبت متوقع أن تشهد إسرائيل مظاهرات مضاعفة من أنصار اليمين الإسرائيلي رفضا لهذه الحكومة، على الرغم من أن نتنياهو يتهمها بأنها هي حكومة يسار، ولكن هي بالواقع حكومة يمين أكثر من المركز واليسار. نتحدث عن حزب مثل حزب يمين، هو حزب يمين متطرف وصهيونية دينية، حزب هناك مستقبل مركز يمين، حزب بني جانتس أيضا مركز يمين، حزب جدعون ساعر يمين، وحزب إسرائيل بيتنا يمين. وفقط الأحزاب اليسارية أو المركز واليسار المشاركة في هذه الحكومة هي فقط مثل حزب العمل وحزب ميرتس وأيضا القائمة العربية الموحدة التي دعمت للمرة الأولى هذه الحكومة ودعمت ودخلت في ائتلاف لأول مرة يقوم بذلك حزب عربي في داخل الكنيسة الإسرائيلية. إذن هناك محاولات، هناك تحركات، هناك ضغط. نتنياهو بالأمس على كل أحمد، يعني لا شيء مؤكد حتى جلسة إعطاء الثقة من قبل النواب 61، إذن من المرجح لهذا الائتلاف الجديد. ولكن بالنسبة اليوم لمصير نتنياهو، مصير نتنياهو على رأس حزب الليكود، شعبية نتنياهو، إن ما رأينا اليوم أن الطبقة السياسية تريد الإطاحة بنتنياهو، لكن نتنياهو ما زال يحظى بشعبية خاصة من قبل الشباب بحزب الليكود، هل هو الوضع؟ يعني الخشية لدى نتنياهو من الإطاحة به داخل حزب الليكود. حتى الآن هو يمسك بزمام المبادرة داخل هذا الحزب، هو قوي على الرغم من انهيار ومحاولة وانشقاق فعليا قام بها جدعون ساعر وزيف إلكن وعدد من أعضاء حزب الليكود قبل عدة أشهر عن هذا الحزب، إلا أن نتنياهو حتى الآن هو يمسك بزمام المبادرة في هذا الحزب، يسيطر على هذا الحزب. لا توجد حتى الآن أصوات مرتفعة على الرغم من الحديث بين الحين والآخر عن وجود بعض المحاولات للإطاحة بنتنياهو، ولكن حتى الآن هو الشخص القوي داخل حزب الليكود. ولكن السؤال المطروح حاليا أنه في حال نجاح هذه الحكومة بالحصول، الحكومة الجديدة بالإطاحة ببنيامين نتنياهو والحصول على ثقة الكنيسة، ربما هنا سنشهد محاولات للإطاحة ببنيامين نتنياهو من داخل حزب الليكود، ولكن حتى الآن هي بتبقى في مجال الاحتمالات، لأن بنيامين نتنياهو عندما كان أيضا زعيما للمعارضة في أوقات ماضية وقبل أن يكون رئيسا للحكومة كان شديدا، كان قويا في المعارضة. الآن المتوقع أيضا وإن نجحت هذه الحكومة أن يقدم حزب الليكود والأحزاب اليمين الإسرائيلي التي هي ستكون في المعارضة على اقتراح قوانين ومشاريع قوانين ستحرج الأحزاب اليمينية في الداخل
علي أننا حتى وبعد وإن نجحت هذه الحكومة فإن هذا لن يكون نهاية حقبة بنيامين نتنياهو أو نهاية الخلاف في الساحة الإسرائيلية. نفتالي بنت وهو رئيس الوزراء الذي سيكون في الجولة الأولى بالأمس في تصريحات صحفية أكد على عدة نقاط، منها أن الاستيطان مستمر، نتحدث عن أحزاب مثل حزب نفتالي بنت، مركز وقوة الأصوات له في الانتخابات الكنيستية داخل المستوطنات، هو وعدهم بأن الاستيطان سيبقى مستمر. عندما سئل عن تنفيذ أي عملية على قطاع غزة أو لبنان أجاب بأن هذه العمليات لن تكون أي حملة أمنية، لن تأخذ باعتبارات الحكومة حتى لو كلفوا ذلك الذهاب إلى انتخابات مبكرة فإنه سيقوم بذلك. ولكن حتى الآن في الخطوط العريضة نستطيع القول نجاح لبيد بتشكيل الائتلاف الحكومي لا يعني نجاح لبيد بتشكيل الحكومة وأن تصبح هذه الحكومة نافذة وأن تأخذ الثقة. اليوم وصباح اليوم الإعلام الإسرائيلي أفرد غريبية صفحاته الأولى للحديث عن هذه الحكومة، عن المخاطر، عن المصاعب، كل شيء سيبقى مفتوح حتى الجلسة، جلسة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي والتي متوقع أن تكون في 14 من هذا الشهر. نعم أحمد جردات مراسلنا من مدينة القدس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.